في إطار حماية المواطن وممتلكاته، تمكن أفراد فرقة الإقليمية ترك وطني بوقادير من توقيف شخص في عقده السابع يمتهن التنبؤ بالغيب مع النصب والاحتيال على ضحايا بسلب أموالهم. بناء على معلومات مؤكدة واردة إلى الفرقة الإقليمية ترك وطني بوقادير، مفادها قيام شخص بممارسة السحر والشوذة مستغلا في ذلك مسكنه الخاص مع النصب والاحتيال على ضحايا بأهمه على أنه راقي شرعي يسلب أموالهم. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث تم توقيفه مع حجز عدة أغراض كان يستعملها في ممارسة الشوذة متمثلة في مخطوطات وطلاسم، قصاصات ورقية مكتوب عليها أسماء الأشخاص مجهولين، زيوت وعقاقير، جلود الحيوانات، كتب للشعوذة، أقلام الكتابة مع الحبر، إبر، مبلغ مالي يقدر 90,000 دينار جزائري متحصل عليه من عائدة شعوذة. بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم موقوف أمام السيد وكيل جمهوري مختص إقليميا.